ما نخفوش غادي شو ما نخفوش يقول لك انا عندي من عز حبي يهود اي ومن عز حبي مسيحيين طب تبعني انا نحكي ربي يخليني عايش شويه تعرف الفرق كبير المخطر ما بين الصهاينه وما بين اليهود شنو هو كالفرق ما بين الشمس والقمر نعم باهي خويا وتقول لي انت ما ثماش حاجه اسمها اسرائيل بالنسبه لي انا ما ثماش حاجه اسمها اسرائيل ثم صهاينه عصابه ويدعم فيها برشا كذا منهم هذه على مدى 70 سنه توا نعم وثم عندنا يهود نعيش معاهم بالضبط ما تنجمش تقول ما تنجمش تقول لي انت توا سكروا خاطر يهودي والا ثم بلاغ وقرار يا سيدي خلينا نتجاوز الحكايه هذه نتجاوز الحكايه علاش ندخلوا علاش ندخلوا احنا في القانون بتعلة يهودي او ولا تنزع عنك اليهود ونصارى يهودي الكلام هذا قال هذا من القران الكريم هذا راهو عنده راهو تفسيراته وعنده تاويلاته سياقاته تعرف انا نخاف زيدا نخاف لانه